شو بتقول أفلاك لمواليد الحمل بشهر تشرين الثاني نوفمبر من 2022؟ يا عزيزي، بالأول بدنا نقول أنه ظهر من عندك جوبيتر، انتقل لبرج الحوت. بانتقاله للحوت رح يعطيك حظ بالمسائل المالية. عندك هلا فترة من هلا لآخر السنة بحظوظ مالية مهمة وحلوة، وممكن ان تربحك الأموال أو ترجع لك مال أو تطل على بعض الاستثمارات. بهالشهر في جملة حلوة مكتوبة بأول شهر تشرين الثاني للحمل: لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى رائعا حتى النهاية. ففي البداية كلهم رائعون، كلنا رائعون، بعدين تتغير الأمور أو بتصير تكتشف الناس حسب المواقف. كل موقف معين بيكشف لك وجه من وجوه الآخرين. هلأ إذا بدي أقولك أن الأمور بأول هالشهر بتبين أنها ما عم تمشي بشكل إيجابي، هالشكوك بتتبدد ابتداء من تاريخ 18 لما يدخل كوكب ميركور لبرج القوس حتى يلتقي بفينوس يلي بينتقل كمان من العقرب للقوس بتاريخ 17. برافو، اثنيناتهم سوا بيدخلوا إلى موقع جيد لإلك، بتبلش تحس بالانفراج، لبل بانقلاب الأوضاع لمصلحتك. الوجود بالقوس كتير منيح بالنسبة لإلك، وانت الحمل بتحب كل شيء جديد، كل شيء بيخلي قلبك يطرق، كل شيء مفاجئ، وهيك القوس لما يستقبل هالكوكبين. صحيح انه جوبيتر مثل ما قلنا ترك برجك بأواخر الشهر الماضي وانتقل للحوت، ما بيشكل معاكسة معك، لا أبدا، بيجعلك تعيد حساباتك يمكن، وبيجعلك يمكن تلاقي حل لبعض النزاعات إذا طرأت بالماضي. بتواجه إشكالات مالية شوي ببداية الشهر، يعني قبل دخول هالكوكبين إلى برج القوس، وربما بتبتعد عن الواقع بتصورك لبعض المجريات، خاصة إذا كنت عم تتعاطى الشأن المهني مع بعض الأصدقاء يلي بيعكسوك الرأي ببعض الأحيان، ومنهم ناس بيخزلوك شوي. هيك بترتبك بالنص الأول من الشهر بسبب هواجس بتعيشها أو شكوك بتنتابك أو حيرة بسبب رسائل بتوصل لك أو إشارات أو بعض الإبهام والالتباس بعلاقة أو بمشروع. بتمر علاقتك العاطفية ببعض التجارب الدقيقة، وبتعيد نظرك بتعيد النظر كمان بعلاقة أو بارتباط. على كل حال رح نحكي عن الأمور العاطفية بفيديو تاني. هلأ بدي أقولك أنه فرص تسوية بعض الأمور تتاح لك ابتداء من 17-18، بتوصل لفرص كنت شايفة كتير حساسة. فكر بالوسائل الآلية لحل بعض الأزمات، ما تتخلى عن حلم لك بتحقيق مشروع مالي يمكن يبصر النور بالنص الثاني من الشهر، حتى ولو واجهت رفض قطعي لاقتراح لك بالسابق أو أول أسبوعين. برهن عن قدرة على التواصل، يعني ما تسلم بالواقع، تواصل بدون انفعال، بتوصل لأهدافك وبتقنع من حولك بشيء بتلاقيه كتير مناسب لإلك. الشؤون العاطفية بفيديو تاني.